نادى على الشاهد الثاني. ابو الصعود بخمر الورداني. افندم. قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. تعرف ايه عن القضيه دي؟ اعرف كتير يا سعاده البيه. كان يوم اسود يوم سكن عندي، ومن يوم طلع قانون الاسكان والملك هيبته ضاعت. انا كان اني مسكتنا على العمايل السوداء غير قانون الاسكان. خش في صلب الموضوع. بنات طالعه وبنات نازله ورجاله داخله خارجه، شغل مسخره، وانا مش قادر افتح بوقي عشان قانون الاسكان مكتفني. شفت حد من البنات اللي في القفص دول قبل كده؟ امال يا جناب القاضي، شفتوهم الثلاثه؟ شفتوهم وشفت غيرهم كمان يا جناب القاضي، واحنا بنشكر رجال الامن. الدفاع عاوز حاجه من الشاهد؟ عندي كلمه تحت البيت. قلت لك طولي بالك. وبعدين الدفاع؟ الدفاع مش عاوز حاجه من الشاهد، لكن انا بطعن في شهاده الشاهد لان في نزاع قائم بينه وبين موكلي حول الشقه المؤجره، وهذه صور من محاضر المنازعات العديده التي حققتها اقسام الشرطه وارقام القضايا التي تداولتها المحاكم بمختلف درجاتها. طب اتفضل.